اليونانيين القدامى كان عندهم فكرة غاية في العظمة والجمال، وهي إن الكون بسيط وبيتكون من 4 عناصر فقط: تراب، هواء، ماء، ونار. بالرغم من تطور العلم والنظريات الحديثة في اكتشاف بنية الذرة، إلا إن كلام إخواتنا اليونانيين كان جميل وغاية في البساطة، لأن النظرية بتقول ببساطة إنك تقدر تنتج وتخلق أي شيء في الكون من خلال دمج ال4 عناصر بنسب مختلفة. فمثلا التراب والهواء بينتجوا الأشياء الجافة، والهواء والماء بينتجوا الأشياء الرطبة. بس بعد الكلام ده اتضح إن في مشكلة، وهي مشكلة القياس. وده ببساطة بيعني إن أي حاجة علشان تكون صحيحة ونظرية علمية لازم تكون قابلة للتجربة والقياس والملاحظة، والقياس هو جوهر العلم التجريبي. وقتها عرفنا إن النظرية كانت خاطئة. بس على الرغم من كل ده، إلا إن الفلاسفة اليونانيين كانوا علماء عظام. وبعدها في القرن 5 قبل الميلاد ظهر لينا راجل اسمه ليوسيبوس بواحدة من أهم قواعد العلم المخلدة، وهي إن كل شيء بنشوفه بيتكون من أجزاء متناهية في الصغر ولا تتجزأ، وبتسمى الذرات. النظرية ديت انتصرت على النظريات السابقة لكونها صحيحة علميا. وبعد قرون من الأفكار والتجارب العلمية قدرت تثبت النظرية إن العناصر الحقيقية زي الهيدروجين والكربون والحديد بإمكاننا تجزئتها لذرات. بس الخطأ اللي وقع فيه ليوسيبوس هو إن الذرات قابلة للتجزئة ومش أصغر حاجة، واتضح لينا إن نظريته بتشرح جزء صغير جدا من الكون، وده لأن المادة زي ما احنا عارفينها من ذرات ونجوم ومجرات وكواكب وأشجار وصخور، وحتى احنا البشر كل المادة دي تعتبر نسبتها أقل من 5% في الكون المعروف، وحوالي 70% طاقة مظلمة و 25% مادة مظلمة. بالنسبة للطاقة المظلمة فاحنا هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. أما عن المادة المظلمة فده هيكون إن شاء الله موضوع كلامنا النهاردة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي، وبذكركم قبل ما نبدأ بالدعم البسيط باللايك اللي بيحفزنا على الاستمرار، والاشتراك في القناة لو حضرتك مش مشترك. ويلا بينا نبدأ رحلتنا النهاردة. لما بنبص للسماء في الليل وبنتأمل الكون بنشوف نجوم وكواكب وأقمار ومذنبات وكويكبات، بس دي المادة العادية اللي بتشكل فقط 5% من كتلة الكون. بس في شيء تاني، شيء أكتر من كده، وهو المادة المظلمة، واللي بتشكل زي ما قلنا حوالي 25% ونقدرش نرصدها بسهولة أو نقيسها. فرضية المادة المظلمة ليها تاريخ طويل، بس في سنة 1930 كان كنوت لوندمارك السويدي هو أول شخص أدرك أن الكون لازم أنه يحتوي على كتلة أكبر من اللي احنا قادرين على قياسها. وجي بعده بسنتين الهولندي ورائد علم الفلك أراديوي يان أورت، وافترض وجود المادة المظلمة. كان أورت بيدرس الحركات النجمية في المجرة، ووجد أن الكتلة في مستوى المجرة لازم تكون أكبر من اللي ملاحظ وواضح لنا. بس تم تحديد القياس ده لاحقا على انه خاطئ لحد سنة 1933، ولما كان العالم بيشهد ثورة في علم الفلك بعد ما تم اكتشاف ان الكون في توسع مستمر، وان السماء مليانة بالمجرات اللي بتبعد عننا ملايين السنين الضوئية. بس وقتها كان في شيء تاني محدش لاحظه قبل كده، شيء كان بيخفى عن الانظار والاجهزة. الشيء ده هو المادة المظلمة، والشخص اللي اكتشفها لاول مرة هو فريتس زويكي او زفيكي، عالم الفلك السويسري اللي درس في جامعة زيورخ واشتغل في معهد كالتك التقني في كاليفورنيا. ووقتها قام ببعض البحوث الجديدة من نوعها في علم الفلك زي المستعرات العظمى والثقوب السوداء والطاقة المظلمة. بس أهم إنجاز كان ليه هو دراسة المجرات وحركتها. زويكي أو زفيكي كان مهتم بدراسة التجمعات المجرية، وهي مجموعات من المجرات اللي بتتأثر ببعضها من خلال الجاذبية. واحد من أشهر التجمعات دي هو تجمع كوما، ده تجمع بيضم أكتر من 1000 مجرة. زويكي قاس سطوع المجرات دي وحسب من خلال السطوع كتلتها، وبعدها قاس سرعة حركتها في التجمع باستخدام جهاز متخصص، واللي بيقيس التغير في لون الضوء الصادر من المجرات نتيجة لحركتها والانزياح الأحمر اللي بيحصل ليها. وهنا كانت المفاجأة،
زويكي وجد أن سرعة حركة المجرات في التجمع كانت أعلى بكتير مما كان بيتوقع من خلال الحسابات، وقدر يعرف أن لو كتلة التجمع بتساوي فقط كتلة المجرات اللي جواها، فسرعة حركة المجرات مش كفيلة بأنها تخلي المجرات جوا التجمع المجري. بالتالي الحسابات دي خلت زويكي يستنتج أن في مادة غير مرئية بتجمع التجمع المجري دوت وبتزيد من كتلته وجاذبيته. المادة أطلق عليها اسم المادة المظلمة أو دانكل ماتري بالألمانية، وقدر يحسب بأن كثافة المادة المظلمة اللي في التجمع أكتر 400 مرة من كثافة المادة العادية. بس اكتشافه ما خدش الاهتمام اللي بيستحق وقتها، يعني كانت فكرة وجود مادة غير مرئية بتحكم الكون غريبة وغير مقبولة لمعظم العلماء. وبرضو زويكي ما كانش شخصية محببة أو محترمة في الأوساط العلمية بسبب شخصيته العنيدة والمتعجرفة وانتقاداته اللاذعة لزملائه، وبسبب ده فضل اكتشافه في الظلام لعقود لغاية ما جت عالمة فلك أثبتت كلامه وتنبؤاته، فيرا روبن، ونقدر نقول عليها الأميرة التي أنارت المادة المظلمة، وكانت عالمة فلك أمريكية واحدة من أول النساء اللي سابت ليها بصمة في عالم الفضاء والفلك، وكان كل شغفها هو دراسة حركة المجرات والنجوم اللي داخلها. فيرا روبن عملت قياسات دقيقة لسرعات النجوم في عدد من المجرات باستخدام جهاز مخصص مطور من قبل زميلها كونت فورد، وهنا اكتشفت حاجة مدهشة. لقت ان سرعات النجوم في حافة المجرات كانت تقريبا نفس سرعات النجوم في مركز المجرات، على الرغم من ان في القرن ال17 اكتشف عالم الفلك يوهانس كيبلر ان كل ما تبعد عن الشمس على سبيل المثال الكوكب سرعته في مداره هيقل، وكل ما قربنا للمركز اللي هو الشمس حركة الكواكب هتزيد. بس اللي شافته روبن ان كتلة المجرات بتزداد بشكل خطي مع بعدها عن المركز، بدلا من ان تقل كما هو متوقع لوجود مادة غير مرئية بتحيط بالمجرات وبتزيد من جاذبيتها، أكنها هالة دائرية محوطة المجرة، والهالة دي هي نفسها المادة المظلمة اللي اقترحها زويكي قبل 40 سنة تقريبا، وأثبتت أن المادة المظلمة مش مجرد فرضية بل حقيقة موجودة في الكون على الأقل لغاية النهاردة. ومين عارف إيه ممكن يحصل؟ واللي عملته روبن عمل تغيير كبير في فهمنا للكون وتكوينه، وفتح باب جديد للبحث عن طبيعة المادة المظلمة وخصائصها. في سنة 1916 احنا عارفين ان اينشتاين ادانا مفهوم جديد للفضاء والجاذبية، وقال ان الفضاء مش فراغ انما بيتكون من نسيج ثلاثي الابعاد وهمي بيتأثر بالجاذبية، وسماه نسيج الزمكان. وكل ما كان كتلة الجسم عالية كل ما كان الانحناء اكتر، وعلى سبيل المثال الارض بتلف حوالين الشمس بسبب الانحناء، وقيس على كل ده بقى باقي الاجسام اللي ليها كتل. بس الغريب ان حتى الضوء بيتأثر بالانحناء دوت، وده كان بسبب اكتشاف الطبيعة المزدوجة للضوء. والكلام ده ما كانش مجرد نظريات انما تعمل له تجارب كتيرة، ومن اهمها تجربة العالم الفلكي الفيزيائي الشهير السير آرثر إدينجتون لما سافر برحلات علمية للبرازيل ولجزيرة برنسيب سنة 1919 علشان يراقب كسوف الشمس. ووفقا لنظرية النسبية العامة لأينشتاين الأشعة الضوئية اللي بتعدي على كتلة كبيرة زي كتلة الشمس لازم تنحرف بسبب تأثير شهير اسمه عدسة الجاذبية على نسيج الزمكان. بس الانحراف ده مش بيتشاف غير لما تكون الشمس محجوبة بالكامل من القمر، وده بيخلينا نشوف النجوم المحيطة بيها. واستخدم وقتها إدينجتون تلسكوبات خاصة لقياس مواقع النجوم خلال الكسوف وقارنها بمواقع معروفة في السماء، ولقى ان الانحراف المقاس بيتفق مع التوقعات بتاعة نظرية أينشتاين، وده اللي بيثبت صحة نظرية النسبية العامة. في وقتها الموضوع ده أثار ضجة علمية رهيبة في المجتمع العلمي والإعلامي، خلى من أينشتاين أحد أعظم وأشهر علماء الفيزياء في التاريخ. وبص يا صديقي العزيز، علشان تعرف إن اللي حصل ده معناه إيه، ده معناه إننا لما نيجي نرصد نجوم أو مجرات ممكن مكانها ما يكونش حقيقي بسبب تأثير عدسة الجاذبية اللي أثبتها إدينجتون، واللي بتخلي ضوء النجوم ينحني. ومن خلال الخاصية ديت بنقدر نكتشف النجوم أو الكواكب اللي بتكون ورا الشمس أو ورا مجرات بعيدة. هتقولي طيب ايه فايدة ولازمة الكلام ده بالمادة المظلمة؟ حاجة اقولك، تخيل معايا دلوقتي كتلة مجرية ضخمة
في مكان صغير في الفضاء، وما بيننا وما بينها مجرة مخليانا مش شايفينها. فلما ضوء الكتلة المجرية هيجي عندنا هيحصل له انحلاء من خلال المجرة اللي قصادها، وهيوصل لنا الضوء فعلا. ومن خلال المعادلات أينشتاين هنلاقي ان معدل الانحناء بيعتمد على كتلة المجموعة المجرية اللي جاي منها الضوء. ومن خلال تشوه الصورة اللي تكونت من عدسة الجاذبية هنقدر نقيس كتلة الكتلة المجرية ديت. ومش كده وبس، لا، ده برضو بيدينا خريطة لموقع الكتلة ديت. وعلماء الفلك استخدموا الطريقة دي على تكتل مجرات بيبعد عننا 3.5 مليار سنة ضوئية، واسمه مجموعة الرصاص أو تجمع الرصاص. وده عبارة عن تجمع مجرتين ضخم اتصادموا مع بعض وتقريبا بيندمجوا حاليا على شكل تجمع كبير واحد. ولما بتصطدم المجرات دي ببعضها فهي بتعدي من بعض أكنها الأشباح، بس بين المجرات بيكون فيه كمية كبيرة من الغاز. ولما بتتصادم المجرات الغازات بتسخن حرارتها وبتتصادم لدرجة إنها بتصدر أشعة سينية. وباستخدام مرصد تشاندرا الفضائي للأشعة السينية قدر العلماء يحددوا مكان الغاز الساخن دوت، وقدروا من خلال التشوه اللي حصل في عدسة الجاذبية إنهم يقيسوا وبدقة مكان الغازات ديت ومكان المادة المظلمة الموجودة برضو ويحددوا كتلتها. أما عن الطريقة الثالثة في قياس كتلة المادة المظلمة فهو من خلال تقلبات درجة الحرارة في الخلفية الكونية الميكروية، أو فيما يعرف باسم CMPR. كل إشعاع ده ناتج بعد 380 ألف سنة من الانفجار العظيم. ولو عايز تعرف عنه أكتر تقدر تشوف حلقة نظرية الانفجار العظيم في الآية اللي فوق، وحسبها لك برضو في صندوق الوصف. ومن خلال دراستنا للتقلبات دي هتلاحظ ان توزيع درجة الحرارة الخاصة بالإشعاع فيها اختلاف طفيف، وبقع لونها أزرق وبقع تانية لونها أحمر، والاختلافات دي بتتأثر بالمادة المظلمة اللي كانت موجودة في بداية الكون. ومن خلال دراستنا للCMP هنقدر ندرس ونحسب خصائص وكمية المادة المظلمة. واحنا عارفين ان المادة اسمها مظلمة علشان مش بتتفاعل مع الضوء أبدا، وبنفس الوقت مش عارفين ماهيتها، هل هي جسيمات مش مكتشفة لسه ولا ايه تحديدا؟ وهنا بيدور نقاش كبير في المجتمع العلمي ما بين علماء بيقولوا ان المادة عبارة عن جسيمات جديدة لم يتم اكتشافها، وعلى الجهة التانية علماء بيقولوا ان مفيش جسيمات انما مفهومنا عن الجاذبية مش مكتمل ومش صحيح، وعلماء تانيين بيقولوا ان المادة المظلمة مش حاجة غريبة انما هي جاذبية مادة عادية من كون تاني قريب مننا من الأكوان المتعددة، وإحنا حاسين بالتأثير دوت بسبب جاذبية المادة العادية ديت اللي أصلها كون موازي. فيا ترى هل تعتقد إن نظرية ومفهوم أينشتاين عن الجاذبية غير صحيح كله ومش مكتمل لسه؟ هل تفتكر ممكن حد يجي ويكمل مفهومنا عن الجاذبية زي ما جه أينشتاين وكمل على نيوتن؟ رسالة هامة. لما بنشوف بعض متحدثي فرضية الإعجاز العلمي ونلاقي اقتصاص الآيات القرآنية من سياقها ومضمونها وننظر إلى هذا الشخص، بنلاقي تعامل غير منهجي وغير علمي للآيات القرآنية واختراع نظريات وعلم جديد. فيزياء الليل والآية في سورة الحاقة في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وإسقاط الآية على مفهوم المادة المظلمة، فده تقول كبير على الله وشطحات تفسيرية واهية. وزي ما ذكرنا من شوية إن مازال مفهومنا عن المادة المظلمة قليل ويحتاج لكثير من الأبحاث والرصد، فما ينفعش بقى نفسر هذه الفرضيات اللي ممكن يتم تعديلها لاحقا بآيات قرآنية لها مدلول عام. والقاعدة بتقول المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. فاللفظ في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون لفظ عام ولا يجوز تقييده بشيء من قبيل إن مقصد الرب في هذه الآية المادة المظلمة. وأبسط شيء نقوله إن الآية تتحدث عن جميع الأشياء في الكون والعالم، ما نبصره من مجرات ونجوم وكواكب وأفلاك وجبال وبحار وأنفس بشرية، وما لا نبصره مما وراء الغيب زي الملائكة وعالم الأرواح وعالم الآخرة. وده تقريبا كلام جمهور المفسرين على الآية ديت، ناهيك عن المغالطات الجسيمة والكبيرة لهذا المتحدث هدانا الله وإياه. المهم لو عجبتكم الحلقة
ما تنسوش اللايك والشير، لو حابب تدعمني بالاشتراك في القناة أكون شاكر. ما تنساش تديني رأيك في الحلقة في التعليقات، وأشوفك الحلقة اللي جاية إن شاء الله من إنفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.